حياكم الله مشاهدينا ورجعنا لكم ورجعنا وش نرحب فرقتنا صج غاده. حياكم الله يا شباب ويعطيكم العافيه. احنا ما بدينا وياهم اليوم ويا الفرقه الاسبانيه بس ما نستغني عنهم شباب أكيد ليالي الكويت ما نستغني الكويت. عنهم لكن اليوم يعني بانت شويه عندهم شدوا حيلهم اكثر شويه غاروا الظاهر. احنا ما نستغني عنكم يا شباب اكيد وجودكم ويانا دائم مهم ومن نجاحات البرنامج اكيد. مشاهدينا نرحب بضيوفنا الدكتور عدنان الموسوي والدكتوراه بسلوكيات واطباع سمك القرش وماجستير بحواس سمك القرش وزوجته الغواصه لطيفه القلاف. بدايه حياكم الله مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. يعني الاسامي او المسميات شويه تخوف او لكن يعني انتم يعني لطيفين حبيبين يعني تكلم ياكم تحت الهواء. الدكتور لابس يعني سلحفات وهو مسالم لابس سلحفات يجيب لكم شيء عشان يهدي يعني لا قلنا ما نبي نخرعكم على طول. دكتور الامانه من تكلمنا عن البرنامج او ان اليوم راح تكون حلقتنا هذه يعني في اسئله كثيره قاعد الناس تتداولها واحنا ايضا يمكن في اشياء بين نفسنا والله اشياء يمكن يعني اول مره يمكن راح نسمع عنها اكيد. نبي بالبدايه او شيء شو اللي شدك في هذا الحلم؟ اول شيء انا احب القروش من صغري. القروش بالنسبه لي كان نفس العالم اللي يحبون الاسد كقوه انا كنت احب القرش. فلما دشيت بعدين مجال الغوص بديت افكر ها القروش شنو عالمهم؟ شنو حياتهم؟ شنو امورهم؟ فشوي شوي 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 بديت انجر اخذت البكالوريوس بالعلوم البحريه بعدها بالكويت دكتور ولا؟ لا برا. وين؟ طبعا انا كنت ادور وين المكان اللي اقدر ادرس فيه هالشيء. لقيت هذا في منظمه عالميه للدراسات البحريه في نيوزيلندا لكن شهاده تختلف عن الشهادات الباجيه يعني مو مجرد رساله وتقدمها وتقول لك لا والله صح خذيت الدكتوراه تفضل. انا عندي 70% عملي متعامل مع 32 قرش مباشر. يا ساتر. عشان تقدر ان انت تاخذ الشهادات الرساله شيء تحصيل حاصل. اهم شيء كان العملي طبعا العملي كان في تايلاند لرخص العماله رخص المعدات وهذا فكان في تايلاند العملي. فهني بدات اني اتعمق بالمجال اكثر واكثر وافهم القروش اكثر واكثر. اخر شيء عرفت ان اغلب المعلومات اللي عندنا على القروش كلها مغلوطه اكثر المعلومات. لا انا لفت نظري ان اخت لطيفه غواصه وكانت تخاف من البحر والماء فشلون صرتي غواصه؟ طبعا هي البدايه كانت على قولتهم تعيسه جدا في بدايه تعليمي للغوص. عدنان اول ما دش هوايه الغوص وحبها فحب انه يتعمق فيها اكثر فاخذ يعني اصبح بعدها غواص احترافي محترف. بعدين حب التدريب حب انه يصير مدرب غواصين وفعلا يعني تطور في الهوايه واصبح مدرب. وانا الحين والله اتذكر الحوار اللي دار بيني وبينه قال لي اول ما خذ ليسن التدريب قال لي انا راح انت اول طالبه راح تتخرجين من عندي. قلت له شلون بتخرج من عندك وانا عندي فوبيا فوبيا كبيره انت اكثر واحد عارف الفوبيا اللي انا فيها. قال لي انت راح تغوصين وفعلا يعني قال لي انا راح اتحدى روحي فيك انت راح تغوصين وانا ما راح اخرج طالب الا انت تكونين اول طالبه تخرجين عندي. ومسكني وبدينا مشوار الغوص. طولنا 9 أشهر احنا يدرب فيني. انا اقول له انت ما مليت حتى هو ساعات يحسسني بتانيب الضمير يقول لي ما راح اخرج طالب. اقول له روح انا معطيتك الجرين لايت درب. يقول لي لا ما راح ادرب اي طالب. وانا بيني وبين نفسي اقول انا مكفته انا معطيته زين شدي من نفسك انا دع له بعد يا ربي حاولي. والحمد لله الحمد لله وصلت يعني عديت مرحله قطعت شوط كبير والحمد لله رب العالمين اصبحت الحين غواصه هاويه يعني مو محترفه هاويه لكن الحمد لله يعني دكتور يعني فتره الغوص او التدريب لما بتدرب اي شخص على الغوص ايش كثر ياخذ؟ 10 ايام يعني اليوم عشان زوجتك يا دكتور ولا عشان تحدي كان بينك وبينها صراحه؟ لا طبعا انا لان كانت عندي خبره في معالجات الفوبيا بشيء بسيط فكنت اجرب معلوماتي فيها اوكي كنت ابدي فيها شوي 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 كشغلات بسيطه بس اصرارك هذا يخوف انا اتوقع اصرارك هذا يخوف وانت يعني هاوي القروش وتبي تعلمها شنو لا قبل القروش توديها اماكن فيها قروش ديري بالك لطيفه
لا هذا قبل الخروج قبل السالفه هذه كلها هذا توني انا داش في التدريب في التدريب اي للحين كنت كمدرب غواصين للحين ما كنت متعمق في الدراسات فقلت لها انا ما راح اخرج ولا متدرب الا اذا انت تكونين اول اسم عندي انا وكنت اقول له ما راح اتدرب احد من كثر ما انا خلاص عندي حاله ياسه اني انا اني اغوص اقول له ما راح اتدرب احد وهو طول الوقت يقول لي راح توصين فعلا حقق الشيء هذا الحمد لله يعني الحمد لله فضل الله وصبره صراحه يعني فعلا كان صبر يعني اللي فهم نفسيه القرش اعتقد سهل انه يفهم نفسيه زوجته اكيد دكتور عدنان شنو يعني سلوكيات سمك القرش يعني شلون فكرت انك اوكي احنا عرفنا انك تحب اسماك القرش منذ الصغر وكثير من الابناء يبدون هوايتهم بمحبتهم لمخلوقات كثيره يعني سواء ديناصورات او اسود او مثل ما قلت حضرتك وانت كنت من محبين اسماك القرش بس انك تتخصص بشيء معناته انت ما فكرت بوظيفه انت فكرت بهوايه وتبي تسقلها بدراسه اكيد يعني لو فكرت بوظيفه كان عمري ما اتجهت حق الشيء هذا الا انا وين بتشتغل ما في مستقبل يعني. ما في هذه شهاده ما لها مستقبل وظيفي بالكويت بس الحمد لله رب العالمين اسمي صار معروف في اوروبا قاعد يطلبوني في اوروبا اروح حق ابحاث معينه في اوروبا هني ماكو مالي يطلبونك بشنو يعني ليش في هالشغف هذا المعرفة سلوكيات هالكائنات الحيه خصوصا القروش اول شيء هناك عندهم ابحاث على كل شيء لازم يعرفون الكائن الحي هذا شنو تفاصيله ايا كان يعني ممكن انت تشوفين عالم يقعدون بحدود 6-7 سنين يدرس حشره انت هني عندنا مجتمعنا يقول شو استفيد انا درست الحشره لا هذا لا نظام كوني لازم اعرف عن النظام الكوني ماله شنو كلمنا عنه دكتور يعني من الاشياء الغريبه اللي يمكن مشاهده واحنا مو عارفينها عن سمك القرش اول شيء احنا متعودين نقول حاسه سادسه صح فلان عنده الحاسه السادسه زي شنو الحاسه السادسه ممكن تجاوبوني شو الحاسه السادسه اتوقع شيء مثلا إيه يعني مو شيء ملموس اتوقع شيء بيصير مثلا في شخص بيدش علي مثلا لا اسم حدس الحاسه السادسه الحاسه السادسه هي موجوده عند القروش غير خمس الحواس اللي عندنا احنا هو عنده حاسه سادسه شنو هي الحاسه السادسه هي مجال حسي طبعا للحين ما قدرنا نوصل حق مدى المجال هذا يعني خلال دراستنا كنا ناخذ القروش لبرا لاحواض نحط عليها الجي بي اس ونرد نهدها مره ثانيه اول مره سكرنا الحواس السمعيه عندها لقينا القرش يرجع حق بيته على مسافات مع تغيير المسافات المره اللي بعدها سكرنا حواس الشم عنده لقينا يرجع حق بيته بعدها سكرنا حواس النظر عنده لقينا يرجع حق بيته بعدها سكرنا الثلاث حواس عنده لقينا يرجع حق بيته فللحين مو قادرين نقيس مدى هالحاسه هذه اللي عنده بالضبط ايش كثر ما حد يدري للحين ما في معلومه اكيده يعني شوف صراحه استاذ سعود سال سؤال يعني الامانه مركز معانا وبعدين وايد عجبني السؤال يقول لك يعني القرش عنده بيت اكيد شلون اكو كائن باني عنده بيت ولا ماخذ ايجار ولا لا شوفي هو كل كائن عنده بيت هذا تكون مملكته فلازم يكون عنده بيت وين يستقر هو يطلع يحوس بس في مكان يستقر فيه هذا هو بيته المكان اللي يستقر فيه يكون ما بين شعاب مرجانيه يكون ما بين سفن طبعانه يكون يعني يكون دكتوركم موسم يعني مثلا 6 اشهر 4 اشهر قاعد ويغير حسب موسم ولا بشو في قروش تهاجر في قروش لا يعني قبل شوي دكتور عفوا بس انا قلت اول ما دخلت علينا قلت ان انت ان انا قلت معلومه بالبدايه غلط ان انا لما سالت غاده قلت لها هل في سمك قرش او بالخليج او بالكويت قلت اعتقد ما في يعني. لا في عندنا 7 انواع موجوده عندنا بالكويت شو الانواع خاطر في احنا اللي نعرفهم ان اليريور الصغير يعني ما هو سمك قرش يعني مو الجوز هذا اللي احنا عندنا هذا اللي احنا قاعد نشوفه بالحدائق هذا بس لا في عندنا احجام ايش كبره اكبر شيء انا ما اقدر اقول لك اكبر شيء لان احنا هني ما سوينا ابحاث كامله فما اقدر اقول لك والله اكبر واحد عندنا والله 20 متر لان انا اغلب شغلي برا فهني بالكويت للاسف ما عندنا وايد ابحاث عليه بس تعرف وين يعيشون؟ يعني مثلا اللي يعيش بالمحيطات غير اللي يعيش مثلا بالشمال بالجنوب ايه احنا هني عندنا البلاك تيب عندنا القروش الريفيه عندنا بعد شنو؟
مو حاضرني اسماء القروش الموجوده عندنا. زين خلينا نتكلم عن اكثر انواع القروش تميز، يعني اللي انا اعرفه انه حيوان ذكي. فاكثرهم تميز منه؟ هو مو اكثرهم تميز، احنا هنا عندنا بالعالم اغلب شيء الجريت وايت شارك، القرش الابيض العظيم. هذا اللي احنا دائما نقول والله هذا شرس. هو مو اكثر شراسه، احنا قاعد نشوف افلام معينه هذيلي اساسا تخصصهم الشو. في مبالغه يعني يكون في الشيء؟ لا مو مبالغه، ان انا عوده القرش مشكله شنو؟ القرش اذا عودته على مكان ياكل فيه ممكن انه يجي، فهذيل اللي شايف الاقفاصه اللي يحطونهم فيهم هذيل اساسا ينزلون ياكلون فيهم. ليش؟ على اساس بعدين ينزل العالم القروش راح تجي فيشوفهم، حتى ممكن انه يهجم على القفص او تشوفينه لانه هو متعود ان القفص هذا فيه اكل اساسا. فهذا هذا الشغلات كثير. احنا اللي عودناه ان القفص هذا فيه اكل. ايوه لو ما عودناه هو ما راح يجي. زين اللي اعرفه انه هو يشم رائحه الدم، فهل صحيح المعلومه هذه انه يجي على ريحه الدم؟ القرش ما يحب لا ريحه دم الانسان ولا طعم لحمه ولا ريحه ولا طعم دمه. ها عيل. ما يحب. ليش ياكله؟ ما يحب. الانسان بالنسبه له مو وجبه. ما ياكله يعني ما ياكله. لا. عشان كذي استاذ لطيف ما تخافين على لا يروح يعني القرش. انا سميته محامي القروش اصلا لما يتكلم اقول له هذا المحامي ما القرش يعني ما لا صدق ما تخافين عليه لما يروح والله امانه على قولتهم الواحد يخاف من وايد امور ممكن يعني تحدث في الحياه اكيد فانا استودع الرحمن الحمد لله رب العالمين انا نزلت وشفت يعني شفت الوضع طول ما انه هو الحمد لله يعني مأمن نفسه ماشي على قواعد الامن والسلامه الحمد لله رب العالمين يعني ما عمره مثلا يعني قط روحه مثلا بالمحظور ولا انه يعني غاص في مكان مثلا يدري ان هذا خطر عليه فالحمد لله رب العالمين لله. لا هو عموما يعني حتى احنا بالمالديف عادي الوايت تيب مار اشر لها قل لها شاركس طبعا هذه اشاره الشاركس عند الغواصين قل لها شاركس انا قاعده طالعي شاركس يقول لي في شارك شنو لو يتبع ما لما لو يصوبك ما تخاف يعني ما يهاجم لا ابد ما راح يهاجم ما راح يهاجم والحوت لان احنا قلنا هو مو وجبه والحوت الحوت انا ما عندي وايد معلومات عنهم بس اللي اكتشفته من تعاملي مع الحيوانات بشكل عام ان اي شيء انت مو خطر عليه هو مو خطر عليك هذا اللي انا اكتشفته اكيد احنا مخطر عليه شو لا انت الخطر الانسان هو الخطر الانسان هو الخطر على كل شيء بس الاقوى الحوت او في قرش حوت في عدل قرش الحوتي طبعا القرش الحوتي يسمونه القرش الحوتي اللي بالنسبه الى حجمه الكبير يوصل ل 25 متر بس هل القرش الحوتي اللي يوصل حق 25 متر ياكل عوالق كرانكتس أي. نبات عوالق لا مو نبات ياكل عوالق عوالق ربيان صغار يغص بقبقب هو كم حجمه ايش كثر؟ يغص بقبقب 25 متر بالنسبه لحجمه هذا اكله ما يقدر ما يقدر اذا قبقب دش بحلقه ما يقدر لازم يطلع برا الثانيه تكلمنا عن اخطر الاشياء اللي شفتها بعينك شفت اشياء خطره صارت قدامك سواء تعرضت لها شخصيا او مع فريق قدامك صار لي موقف في جيبوتي كنا نازلين عندنا في شق بالأرض ممتد من جيبوتي إلى موزمبيق شق بالأرض فإحنا نازلين ومسكر ما ندري متى بنطلع فما قمنا نشوف النور ما أشوف إلا اللي وراي يطقني طلعته شنو يقول لي أوت أوف إير يعني حتى مو لو أوت أوف إير الهواء اللي عنده خلص فسحبت انا على طول الاكتوبوس اللي عندي كان اعطيه وراي لان احنا قاعد نمشي بالدور فاعطيته الاكتوبوس مالي الاحتياطي فهو قام يتنفس من الخوف وهو قاعد يسحب وانا قاعد احاول اهدي وهو يسحب فدشيت انا باللو اير انا دشيت في مرحله الخطر وياه خطر بس ماكو خلاص يعني صارت في مرحله يا ان نموت مع بعض يا ان نحيا مع بعض ما فيها لان احنا في شك يعني الامور تحدث مفاجاه ساعات في يعني فشويه ولا يشوف النور شفت النور انا هنا خلاص بس الحمد لله فبسرعه يوم وصلنا كان اقول حق القايد مالتنا قلت لها احنا الاثنين اوت اوف اير فوق بس
لا سيفتي ستوب لا بطيخ لا شيء، بس خلينا نصعد الحين لانه ماكو هواء. فوالله هذه كانت من اخطر المواقف اللي مرينا فيها يعني بالغوص، كانت من اخطر شيء يعني. الله يحفظكم ان شاء الله. وتحب تقول اي معلومه غريبه مثلا في نهايه اللقاء؟ انا لما ولدي درى انه راح اسوي لقاء معك كان يقول لي بس لي اذا كانت المعلومه هذه صحيحه ولا لا، انه في انواع قرش يعني إذا كانوا بالرحم يأكلون بعض، واحد يتغلب على الثاني، واللي هو يعني الحوت هذا ينولد مرتين، مرة بيضة ومرة ولادة، البيضة تفقس يأكلون بعض، اللي يعيش فيهم البقاء للأقوى هو اللي ينولد. لا لا مو صحيح المعلومة، مو صحيح. الظاهر شايف فيلم عيل. ممكن ممكن لأن لا مشكلة شنو، إحنا هنا صار عندنا النت يعطي معلومات سواء كانت صحيحة أو خاطئ. يعني القروش في فترة معينة تصير خطرة، بس مو سالفة الرحم، فترة التزاوج. فترة التزاوج القرش الذكر يصير شرس، عشان كذي النثية يكون جلدها أمتن وأقوى عشان تتحمل العظم، لأن فترة التزاوج يكون فيها شراسة بالنسبة حق القروش. فهني الفترة هذه الواحد المفروض أنه شوية يبتعد، لأنه ما يضمن شنو ردة فعله. يعني هذه أخطر الأوقات اللي يكون فيها القروش. أما كحواس طبعا إحنا ما تكلمنا عن حواسه. القرش ما يميز، لأن في يقولون ليش قاعد يأكل البشر، نفس الساعة ما قلت هي ليش يأكل البشر مدام هو ما يحبهم. القرش ما يميز الشيء اللي على السيرفس اللي على السطح، ما يميزه بالنظر، شوية نظره ضعيف، فما يميز اللي على السيرفس، مو تحت الماء. تحت الماء يميزه شنو هو، بس على السيرفس يشوف شيء يطبش ما يدري شنو، فيهجم عليه طبعا في مكان متعود انه ياكل فيه، يهجم يعض عضه واحده، مجرد انه يحس بطعم دم الانسان او اللحمه يهده خلاص. بعد شنو عقب ما شو اسمه؟ هذه العضه على حسب حجمه، يعني هذه العضه العضه على حسب حجمه. بس انه مو وجبه، لو كان وجبه بالنسبه لك انه هشه يستهدف على طول كمل عليه، بس ما في، بس لانه مو قاعد تصير هالحوادث الا في اماكن معينه اللي متعود يعني فيها. الحكي هذا كله اللي عرفته انه نصيحه، اذا سوالك الغواص العلامه هذه استل ايوه تجمد بمكانك. لا مو تجمدين، هو اساسا لو تحرك او شيء، لا اساسا انت ما تسوين حركه تنرفزه صحيح، انه فما تضمنين رده فعله، فهو عبارة ان انت تبتهاجمينه فيكون رده فعله هجوم بس. يعني بس مو اكل. صح. احنا الله يحفظ الجميع ان شاء الله دكتور، واحنا شاكرين وجودكم ويانا ان شاء الله، الله يحفظكم ويحفظ جميع اللي يحب هذه الهوايه الخطره صراحه. وكل العلوم بكل تخصصاتها شيء جميل ورائع. فنشكركم جدا لوجودكم معنا ومشاهدينا. وصلنا للختام، راح نختم مع فرقتنا الموسيقيه ونرجع لكم في الغد ان شاء الله. حلقه مميزه طربيه راح تكون خاصه باغنيات الفنانه الراحله ورده الجزائريه وبصوت الفنانه الجميله ديانا كرزون. مع السلامه. في امان الله.